تتأثر المملكة خلال هذه الأثناء بأحوال جوية غير مستقرة. إلى متى تستمر هذه الأحوال الجوية غير مستقرة؟ التفاصيل بعد الفاصل. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدر سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مرحبا بكم مجددا في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. بدأت المملكة تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة خلال ساعات ليل الاثنين على الثلاثاء، واستمرت هذه الأحوال الجوية غير المستقرة خلال ساعات نهار يوم الثلاثاء. تكاثرت على إثرها كميات من الغيوم المتوسطة والعالية الارتفاع، وهطلت زخات من الأمطار في العديد من مناطق المملكة، ويتوقع خلال الساعات القليلة القادمة أن تستمر هذه الأحوال الجوية غير المستقرة، وتستمر معها فرص زخات الأمطار خلال ساعات ليل الثلاثاء على الأربعاء. تفاصيل أكثر نستعرضها في هذه الخريطة لتوزيع الأمطار المتوقعة من نهار اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع يوم الثلاثاء. تتأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة كما ذكرنا، تستمر فرص زخات الأمطار خلال ساعات مساء يوم الثلاثاء، وتستمر أيضا خلال ساعات ليل الثلاثاء على الأربعاء، حيث تكون الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار، قد تكون رعدية في أجزاء من شمال وسط وشرق وجنوب المملكة، قد تكون غزيرة في بعض المناطق، وتعمل على جريان الأودية وأيضا حدوث السيول. تبدأ هذه الحالة من عدم استقرار الجوي بالتراجع تدريجيا اعتبارا من ساعات ما بعد ظهيرة يوم الأربعاء. يميل الطقس للاستقرار تدريجيا، لكن تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار، قد تكون رعدية هذه المرة خاصة في المنطقة الشرقية والشمالية من المملكة، على أن يستقر الطقس بشكل عام خلال ساعات ليل الأربعاء على الخميس، ويستقر بشكل تام خلال ساعات يوم الخميس مع انخفاض واضح على درجات الحرارة. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الأربعاء تبقى الفرصة واردة لهطول زخات رعدية من الأمطار، خاصة خلال ساعات ما قبل الظهيرة. 27 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 17 درجة مئوية. يستقر الطقس يوم الخميس مع انتشار لكميات من الغيوم المنخفضة، 26 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 17. وطقس مستقر يوم الجمعة ومشمس مع 27 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 17 درجة مئوية. نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة، حتى تبقى الأجواء كما ذكرنا غير مستقرة، تبقى الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار، قد تكون رعدية في بعض الفترات. 19 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 19. الرطوبة حوالي 60%، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة بالمجمل. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم الأربعاء. نبدأ شمالا، أحوال جوية غير مستقرة بشكل عام، فرصة لزخات رعدية من الأمطار. المفرق 29 إلى 16 درجة مئوية، إربد 28 إلى 18، جرش 30 إلى 19، وعجلون 27 إلى 18 درجة مئوية. المنطقة الوسطى أيضا تبقى الفرصة واردة لهطول زخات رعدية من الأمطار، خاصة خلال ساعات ما قبل الظهيرة. الزرقاء 30 إلى 19، البلقاء 27 إلى 18، عمان 27 إلى 17، مادبة 28 إلى 18، والبحر الميت 34 إلى 26 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك تفرق لبعض الغيوم، تكون الفرصة أيضا هنا واردة لهطول بعض زخات من الأمطار، 26 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 19، الطفيلة 25 إلى 18، الشوبك 24 إلى 17، ومعان 30 إلى 19، والعقبة 33 إلى 23 درجة مئوية. نختم نشرتنا بالتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية. أحوال جوية غير مستقرة بشكل عام، الأزرق 33 إلى 17، الصفاوي 32 إلى 16، أرويشة 32 إلى 17، مع أحوال جوية غير مستقرة وفرصة لهطول زخات رعدية من المطر. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء. الاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدر سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.